السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم بإذن الله عز وجل رمضان مبارك علي وعليكم بإذن الله عز وجل وعلى أمتي المسلمة أجمعين. أقول بالله التوفيق، اليوم بإذن الله عز وجل هنتكلم على الخطوة الثالثة في علاج المس العاشق. وهذه الخطوة هذه يعني لا بغي يستخدمها الإنسان خصو يتفرج في الخطوة الأولى والثانية، وهذه الخطوة الثالثة بإذن الله عز وجل فيها الدعم النفسي للمصاب بالمس العاشق. وغنعطيكم بإذن الله عز وجل رقية ديال الحريق والعذاب ورقية الظلم ورقية المس العاشق في واحد التطبيق إن شاء الله غنوريه لكم بعد هذا الفيديو بإذن الله عز وجل. تشارجيوه في التليفونات ديالكم وحاولوا ترقيو براسكم بإذن الله عز وجل، كأن أي واحد كيرقيك ولكن لا تستسلم. خصك تعرف بإذن الله عز وجل بأن هذا المس العاشق له عقد في نفسك، يعني كيأثر لك على الشخصية ديالك ويقدر يتكلم لك في الشخصية ديالك، سواء كنت كدير الرقية أو ما كديرش الرقية. يعني إلا جلستي مع الأب ديالك أو الأم ديالك أو جلستي مع الناس في الزنقة أو جلستي كيعقدك كيبغي يبينك الناس معقد ومسطي وكتكتب بوحديتك وكتمشي تبكي في الطواليط ويخليك تعطل في الطواليط مثلا، أو تبكي بزاف، أو مثلا يكون فيك واحد الخمول وكسال، أو ما تصليش، يعني يعقدك مع الناس ديال الدراسة ديالك أو الناس ديال الدار ديالك أو الناس ديال برا، يعني يبينك معقد ومسطي. ولكن خصك تكثر عليه الرقية بإذن الله عز وجل وتصبر ولا تستعجل الشفاء، لأن الاستعجال والعجلة من الشيطان الرجيم. كتقول خصني نتبع داك شي شهر شهرين ما بغيتش، صافي ترجع تنكت على عقبيك وترجع إلى ما كنت عليه من قبل من الجاهلية والغفلة. ولكن خص تعرف بأن كاين شي حاجة أعظم من علاج المس العاشق، وهي تقوى الله عز وجل. إلا اتقيت الله عز وجل في المستقبل ديالك وبقيتي تشد طريق ديال الله عز وجل، راه المس العاشق غيجي واحد الياس وغيهرب منك وغيعلق، لان ما يقدرش المس العاشق يبقى انت تبقى عليه بالذكر ديال الله عز وجل، انه في القيام الليل الصلاه الذكر القران، راه هو ما عندوش مع هذا الشيء، هو راه كيتضر اكثر من اي شيطان اخر، يعني اكثر من المس ديال العين والحسد وديال السحر اخر. المس العاشق كيتاذى بزاف، لانه مس عاشق زاني فاحش، يقدر يكون من اللي واطي، يعني ما كيبغيش شي حاجه سميتها الطهاره والذكر، يعني راه كيجي داك الشيء. علاش كيثقل عليكم الصلاه ويثقل عليكم الذكر ويمرض لكم النفسيه ديالكم ويبعد عليك الصلاه وكيطيحك في الصلاه، او كاين اللي كيمرض وكيجي نفور من الدين. هو كينفر من اي حاجه مزيانه صالحه، وكينفر من الاجتماع، وكينفر من كل شيء. وهذا التطبيق باذن الله عز وجل غنسردو لكم بعد هذا الفيديو باذن الله عز وجل. فيه الرقيه ديال الظلم، فيه رقيه الحرق، رقيه العذاب، رقيه الملائكه، رقيه المس العاشق، رقيه السحر، رقيه العين والحسد. وباذن الله عز وجل غنشرح لكم نقطة نقطة، يعني بإذن الله عز وجل مور هذا الفيديو غتفرجوا في ذاك التطبيق وغتشارجوه في الهواتف ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تطبيق سميتو جوجل بلاي أو بلاي ستور، اللي كيشارجيو الناس منه التطبيقات، وهو غتكتب في هذه البلاصة ديالو بالعربية الرقية الشرعية الشاملة، هي هذه. ملي تكتبها بإذن الله عز وجل غطلع لك واحد التطبيق، وهو هذا الرقية الشرعية باللون الأزرق. غتشارجي بإذن الله عز وجل وغتفتحو. ملي غتفتحو بإذن الله عز وجل غيطلع لك بحال هكا، كاين واحد الخانة سميتها رقية مكتوبة أو رقى مكتوبة، هي هادي. غتضغط عليها بإذن الله عز وجل وغتمشي للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي الثانية، كاين الثالثة، تمشي للمرحلة الثانية. غتلقى فيها آية العين والحسد، آية السحر، آية الذم الفاحشة. هاد آية الذم الفاحشة بإذن الله عز وجل هي اللي غتبدا تقرا بإذن الله عز وجل، كتعذب المس العاشق. ضروري هذه تقراها المرحلة الثانية، تقرا أي الدم الفاحشة وتجي المرحلة الثالثة وتقرا معها بإذن الله عز وجل ضروري آية الظلم، ها هما، وتقرا معها آية الحرق، ها هي كاينة لتحت هنا بإذن الله عز وجل. أو مثلا تقرا آية الدم الفاحشة وتقرا معها آية العذاب وآية الحرق، أو تقرا بإذن الله عز وجل مثلا آية الدم الفاحشة وتقرا معها آية الملائكة وآية القتال والحرب. يعني هاد الطريقة يعني نوع على راسك الرقية بإذن الله عز وجل باش تقهر داك اللعين، ما تخليش ليه فين يتحكم فيك. إلا حسيتي بأن داك المس أو العاشق أو العاشقة كيطلع وتهبط فيك في الجسد ديالك، ماشي مشكل، بدا دير في الآخر ديال الرقية آية الخروج، هما اللي كاينين فوق بإذن الله عز وجل. إلا اجتهدتي بإذن الله عز وجل في هاد العاشقة، راه هاد الآيات هما اللي كيقرا عليك أي رقية كتمشي عنده، كيقرا عليك آية الخروج، آية الظلم، آية العذاب، آية الحرق، راه أنت تقراهم على راسك بإذن الله عز وجل. واجتهد وجاهد في هذا المس العاشق اللي كيعذبك في حياتك وكيكره لك العالم وكيحرمك من الزواج، أنت عذبه أنت،
رد عليه صاع صاعين وقهره حتى يخرج بحاله، لان شتي القهره اللي غدير ليه انت ما غيديرهاش ليه الرقي. الرقي يقدر يعاونك باذن الله عز وجل. ولا كنتي كدير هذا الشيء في المنزل، هاد الرقيات كتقراهم وتمشي عند اي رقي في اي مدينه، غيساعدك باذن الله عز وجل وغيخرج المس دغيا، لان انت اصلا درتي الاسباب ديال الشفاء، ماشي انت بديتي تصلي بيومين وتجري عند الرقي، انت درتي اسباب ديال الشفاء وهذه المجاهده ما غتضيعش باذن الله عز وجل سودة، وغتلاحظها في الشفاء ديالك وفي الحياه ديالك وفي العلاج ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بغيت نقول لكم واحد التحصين اخر ان شاء الله قبل ما نخرج من هذا التطبيق. كاين برامج وتحصينات، كاين واحد التطبيق سميتو هنا برامج وتحصينات، كتضغط عليه كتلقى هنا برامج علاجيه، كتلقى هنا تحصينات، كتدخل البلاصه ديال التحصينات كتلقى واحد التطبيق، واحد البلاصه سميتها تحصين النفس، كتكليك عليها كتخرج لك تحصين النفس، واحد الدعاء يعني تحصنت بيد العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت. حاول باذن الله هذا التحصين تقرا في الصباح وفي العشيه، راه يحصنك من المس ومن العين والحسد. واذكر الصباح والمساء ما تحيدهمش، ضروري تقراهم، ولكن هذا التحصين زائد اذكر الصباح والمساء مزيان لك باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التطبيق باذن الله، هذا التطبيق اللي شارجيته باذن الله عز وجل، غتاخذ مثلا في كل نهار، يعني مثلا في الصباح او في العشيه ترقي راسك، تاخذ مثلا رقيه ديال الظلم، تاخذ رقيه ديال الظلم مثلا وتقراها مع رقيه المس العاشق، ومن تقراهم غتقرا من بعدهم رقيه الحرق الغد ليه، او مثلا في العشيه غتقرا رقيه العذاب ورقيه المس العاشق وتزيد عليها رقيه الحرق. يعني ما تقدرش تقراهم كاملين، ولكن تقرا عاوتاني واحد الرقيه ديال المس العاشق، وتقرا رقيه العذاب او رقيه الحرق، وتقرا معاه رقيه القتل والتدمير. يعني تقرا غير ثلاثه ديال الرقيات، لان ما تقدرش تقراهم لانهم مكتوبين، ما تقدرش تقراهم كاملين لانهم غيجيو كثار. الا قريتيهم ثلاثه تقراهم في ساعه ولا ساعه ونص مكتوبين. وفي ذاك التطبيق باذن الله فيه واحد التحصين غنوري لكم في التطبيق، فيه تحصنوا به الانفس ديالكم في الصباح وفي المساء بلا الاذكار ديال الصباح والمساء، يعني باش تحسن راسك من داك المس العاشق ما يتعداش عليك جنسيا او اغتصاب في المنام. تقرا داك التحصين بين العزو تقرا في الصباح وفي المساء، اما ذكرت الصباح والمساء راه ما كنهضرش عليهم، ضروري الانسان يقراهم، هذوك ما كنتناقشوش عليهم، هذوك الله عز وجل فرضهم عليك تقراهم باش يحسنوك من العين والحسد ومن الجن والشياطين. اش كنقول لكم من الجن والشياطين؟ مثلا راه ابتلاء من الله عز وجل تصب بالسحر، انا ولا انت ولا اي واحد يتصب بالسحر، حتى انا نقدر نتصب به، يعني واخا ندير اذكار الصباح والمساء نتصب بالسحر، ولكن اذا كان هذا السحر جاي مثلا بقوه ديال 1000 درجه وجاي باش يحمقني ونولي انا مثلا نقطع حوايجي في الزنقه ونحماق، ملي كيلقى التحصين والذكر ديال الله عز وجل كيدخل الجسد ديالو ضعيف ومكمش بحال شي عصفور، يقدر يدير له شويه ديال الحريق في راسي، شويه ديال الضيق في الصدر، شويه ديال النفور من الصلاه، ويتقل عليا الصلاه شويه وكذا، ولكن كان تعارك معاه، يعني ذاك الحماق وذاك الجنون وذاك الشيء باش دايرت 1000 درجه ما يقدرش يديرو، لان لقاني محصن الله عز وجل حافظ لي الكرامات ديالي وحافظ لي العقل ديالي وحافظ لي الدين ديالي والجسد ديالي، الله عز وجل حافظه من هذا الشيء ومن التلف. ولكن الانسان اللي ما كيصليش مثلا ويدخل عنده هذا الجن هذا 1000 درجه هو داخل بالسحر ديال الجنون او السحر ديال الحماق، يدخل راه غيدخل نيشان مباشره ويطلع الدماغ هنا ويحمق لك الانسان، لان ما عندوش لا تحصين ولا ذكر، ما عندوش حتى شي علاقه مع الله عز وجل، والو ما كاينش، ما كاينش، ما عنده حتى شي علاقه مع الله، لا من الصباح لا في المساء لا في الظهر لا والو، ما كاينش شي حاجه، ما كاينش يعني حتى احنا الايمان راه في القلب والنفاق فين هو؟ حتى راه في القلب، يعني الهضره خاويه وديك الهضره اللي فوق الطعم وصافي، يعني احنا بغينا داك الشيء اللي كيشوف الله عز وجل، كيشوف فيه جوج حوايج، القلب ديالك والعمل ديالك، اما وجهك زوين ولا التشويكه ديالك زوينه ولا الحياه ديالك زوينه، داك الشيء ما كيشوفش فيه الله عز وجل، كيشوف القلب والعمل ديالك. الا كان العمل ديالك صالح والافعال ديالك صالحه راه انت رجل صالح، والقلب ديالك الا كان صالح راه انت رجل صالح، اما الا ما كانش راه واخا تلبس الذهب وتلبس الزبرجد وتلبس كل شيء راه انسان الصلاح بقلبه وعمله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حاولوا اجتهدوا ان شاء الله في رمضان واستغلوا، راه هو شهر الغفران كما هو شهر الشفاء باذن الله عز وجل، الا استغلوا شي واحد بالذكر ديال الله عز وجل يكثر النوافل والتقوى ديال الله عز وجل ويكثر الاستغفار ويتوب الى الله عز وجل ويجدد الطريق ديالو، لان اغلب المرضى دابا راه كلشي كيصلي في رمضان، دابا في هذا الشهر المبارك كلشي كيصلي، كيصلي اللي مريض بالسحر واللي ما مريضش بالسحر. علاش كيصليو الناس اللي كيصليو مثلا غير في رمضان؟
الناس اللي كيسلوا دابا في رمضان كتلقاهم كاين اللي كيقول لك راه كيعبدوا الحريره، كاين اللي كيقول لك كيعبدوا رمضان، لا اخي وكيقول لك منافقين، لا ماشي منافقين، ما نحكموش عليهم، لان الله عز وجل هو العليم بالقلوب وبالاسرار. الناس اللي كيسلوا في رمضان راه اغلبيه ديالهم كيصدهم الشيطان، الاغلبيه كيكون فيها المس، والباقي راه كيصدهم الشيطان عن الصلاه وعن القران وعن الذكر، وكيصدهم عن المساجد لانها بيوت الرحمن، وكيصدهم عن الصدقه وعن اي حاجه فيها اجتماع للمؤمنين، كيصدهم الشيطان، لان الشيطان عزيز عليه التفرقه، يفرق المؤمنين ويخليك تنعزل في البيت ديالك بوحديتك وتعيش مع الدنيا ديالك وتعيش مع يعني هموم الدنيا، ما يخليكش تعيش مع الناس الصالحين وتعيش مع التوبه ديالك وتعيش مع الله عز وجل. وكيصلك كلشي في رمضان لان الشيطان كضعف فيهم. يعني كاين بعض الناس كيقول لك لا الشيطان ما كتكونش في رمضان، لا الشيطان كتكون في رمضان ولكن كضعاف، ما كيبقاش عندها ديك السيطره على البشر. غير كيوصل نهار العيد كلشي كتلقى جوج صفوفه في المسجد، ولكن هذا امر الله عز وجل. يعني ملي كيضعفوا الشياطين في رمضان كلشي كيصلي الصغير والكبير وما كتلقاش بلاصتك في الجامع، لانه شهر البركه وشهر الغفران وشهر الرحمه، كلشي كيحب المسجد. وحتى الوساوس كيقللوا في رمضان، كاين بعض الناس راه كيتسرعوا كيغوتوا كيهرسوا، كيجي رمضان كيولي مهدن ومكالبي ما فيه والو، كيقول لك راه رمضان كيولي بخير، لا، لان رمضان كضعف فيه دوك الشياطين كتهدن فيه. يعني هذا الانسان هذا المريض لو استغل رمضان في التوبه والغفران والذكر ديال الله عز وجل والقران، رغم رمضان ما يقدرش ياثر عليه ذاك المس مازال، يعني ما ياثرش عليه 100%، ياثر عليه شويه 20% 25 يبرطوا شويه شويه ديال حريق الراس، شويه ديال ضيق الصدر، شويه كذا، حتى يولي بخير باذن الله عز وجل. يعني رمضان يقدر يستمر في الصلاه والقران وكذا. يعني اي واحد مسكين مريض بالمس وما كيقدرش يصلي، يعني عنده المنع في الصلاه بزاف، او كيصلي وكيطيح، يستغل رمضان بالصلاه والقيام الليل وما قدرش يصلي واقف، يصلي جالس، ما قدرش يصلي جالس، يصلي ناعس، ولكن يحاول يصلي الصلاه ديالو في الوقت ويصلي، قدر يحبو يمشي حتى يتوضا ويصلي، يحافظ على الصلاه ديالو في رمضان، راه مور رمضان ما يقدرش يقطعها باذن الله عز وجل. ورساله اخرى للناس اللي كيقطعوا الصلاه مور رمضان، حاولوا ديروا الرقيه للانفس ديالكم والوليدات ديالكم وبناتكم، لان الانسان اللي كيصلوا كيقطع اغلبيه ديالهم راه كيكون مصاب بالمس، اما ديال السحر او العين الحسد او على المس عن طريق الاعتداء. يعني بنتك مثلا كتمشي للمرحاض ما كتذكرش باسم الله عز وجل، كتمشي مثلا للمرحاض تبدل حوايجها، ولا كتمشي تبدل حوايجها قدام المرايه، راه وهي ما محصناش ما كتصليش، راه الشيطان يدخلوها في المرحاض ويدخلوها في اي مكان يضربها العين. يعني او الناس اللي كيتعطلوا في المرحاض بزاف، يتعطلوا بزاف، راه كيكونوا مصابين بالمس وما عارفينش والديهم، حتى كيتشل الولد ولا كتوقع عليه شي حاجه، ولا كيعوج فمه ولا ودنيه ولا كيعوج راسه ولا شي حاجه، عاد كيقول راه الولد سمك لينا، ضربته شي حاجه في التواليت وسمك، ما بقاش كيسمع، او مثلا عواج يدي عواج رجلي، عاد كيقلبوا على الرقيه. علاش ما تقلبوش لي على الرقيه بعد هو ما كانش كيصلي؟ لان الولد الا ما كانش كيصلي او مثلا عصبي، سكون دير له الرقيه باذن الله عز وجل، لان فيه شيطان، لان الله عز وجل خلق الانسان يكون هاد بهال، يكون هاد ومهدن ومسلم، لان الله عز وجل خلق الانسان على فطره الاسلام. يعني اي حاجه كتعترض ديك الفطره ديال الاسلام والسماحه، يعني كيكون الانسان شرير او كيتعصب او كيكون يعني عدواني، واخا كيكون عدواني في 12 عام او في 14، حاولوا ديروا ليه الرقيه، لان اغلبيه ديالهم كيسكنهم الشياطين منذ ان يعني ملي كيتزادوا كيسكنهم الشياطين، خصوصا ملي كيكونوا زهريين. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاولوا تشاركوا في القناة ديال بإذن الله عز وجل لمن اشتركش، وتشاركوا الفيديو لمن أردتم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم.